محمد العيسى رابط العالم الإسلامي الذي فرضه محمد بن سلمان بعقليته وشخصيته الفاسدة المنحرفة عقديا، منحرفة تربويا، منحرفة سلوكيا، وشخص الذي أصلا لم يعين إلا بعد أن ابتز بسلسلة تحقيقات على فساد سابق، يستقبل طبعا رأيناه يذهب إلى جهات هنا وهناك، يعني يركع ويسجد لأعداء الإسلام ويجاملهم إلى أقصى الدرجات، ولكنه وصل إلى مرحلة الآن ومرحلة فجة. واحد قال إمام توحيدي مقيم في أستراليا أظن، هذا رجل شيعي أصله شيعي إيراني ومتطرف شيعيا، يعني من يسب سيدتنا عائشة رضي الله عنها يسبها سبا قبيحا، ويقول حذاء الملكة أشرف من أمكم هذه تدعوننا أمكم، ويتكلم عليه كلام قبيح ويلعن ويسب ويشتم ويكفر ومدري إيش أتباع أبو بكر وعمر. يعني مش كلام مسجل، كلام مسجل ليس فيه سر. For Prophet Muhammad, the terrorist who you revere is not worth the shoes of this queen. You see this queen? More honorable than your whole religion. محمد العيسى الذي يريد أن يتسامح وينفتح الآخرين رايح يتعامل مع شخص من أشد الناس تطرف ضد السنة وضد الإسلام، يعني هو رجل يتجرأ على آيات في القرآن ويجامل فرنسا مجاملة مبالغ فيها ويجامل إسرائيل، يعني رجل متبرع من ذاته، هو قاعد في إستراليا متبرع بذاته للثناء على إسرائيل والثناء على الجيش الإسرائيلي والثناء على تسامح إسرائيل مع المسلمين في إسرائيل. Although this will get me in trouble, I've never said this before, but Palestine is Jewish land. I mean, come on, who doesn't know this? Jesus came to Jerusalem. He came to the Israelites who were there. It's Jewish land. I mean, if the Jews later on want to become Christians, believe in Jesus, and then later on they want to believe in Muhammad, that's fine. You can change your religion, but you can't change the history of the land. It's Jewish land. فهو اصلا هو يتبنى دعم الدول الغربيه التي تقمع المسلمين، القوانين الجديده التي ضد المسلمين. ما هو سر حرص العيسى عليه؟ يعني حتى من اجل التسامح هذا عمل احمق، عمل غبي. يعني يا اخي اذا بغيت التسامح راح مع شخص متسامح اصلا، متروح مع شخص متطرف، هذا تصرف احمق وغبي. السؤال هو من المعروف انه اذا كان هناك مسؤول كبير في الدولة مثل محمد العيسى أو وزير، ما يمكن يقابل شخص إلا بعد تقرير من المخابرات، مخابرات ترصد تاريخها. فالمخابرات السعودية أكيد عندها تقرير، يعني معلومات، لأن الرجل تسجيلاته موجودة في اليوتيوب، تسجيلاته التي يسب فيها الصحابة ويسب فيها عائشة رضي الله عنها ويسب فيها المسلمين ويتعاطف فيها مع الغرب ويتعاطف مع إسرائيل موجودة. You follow us of Omar ibn al-Khattab, followers of Aisha, historical terrorists, followers of Uthman. ربما أعجبهم تعاطفه مع إسرائيل ومع فرنسا ضد المسلمين، ربما أعجبهم فتبنوه، ظنا منهم أن من يتبنى هذا أنه سيرضي إسرائيل وسيرضي الغرب. بمعنى أن مقابلته مع محمد بن سلمان مقصودة للتعاون على تدمير هيبة الدين، مقصودة، يعني مقصود محمد بن سلمان ومحمد العيسى. طبعا محمد العيسى ما يتحرك من ذاته، يعني هناك مؤسسة تديره مرتبطة بالديوان الملكي مباشرة، مؤسسة لمن لا يعلم هذا الأمر، تديره وترتب برامجه ومن ضمنها هذا الأمر. فإذا المقابلة مقصودة للتعاون على تدمير هيبة الدين ومقدسات المسلمين عموما وأهل السنة خصوصا. هذا هو الهدف من هذا اللقاء لمحمد عيسى مع إمام توحيدي.